طبعا احنا نعاني في هذا المركز من عده معوقات ومشكلات، من اهم هذه المشكلات مشكله الكهرباء، وكانت تعيقنا عن اداء الخدمات الطبيه بشكل جيد، اللي هي عدم توفر فتح النوبات المسائيه بشكل مستمر، عدم مقدرتنا على استقبال الحالات الطارئه والحريه، عدم مقدرتنا على استقبال حالات النساء والولاده والولادات المتعسره. بعد توفير المنظومات الشمسية أصبحت الخدمة واصل 24 ساعة، نصل في أي وقت، الدكتور موجود، التحصين موجود، المختبر موجود.